طبعا ده ما هو حد الرزق، ما هو حد الرزق. طبعا يا اخوه حد الرزق عند العلماء بلا خلاف هو القتل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك الأمة أجمعت والفقهاء أجمعوا على أن حد الردة هو القتل. محل هذا الحد ما هو؟ محل هذا الحد هل هو لجميع المرتدين رجالا ونساء أم فقط للرجال؟ طبعا هذه المسألة حيث العموم الأمة اتفقت على أن حد الردة هو القتل، ولكن حصل هناك خلاف بين العلماء أن حد الردة هل يطبق على النساء أم لا. طبعا جمهور العلماء قالوا بأن حد الردة يطبق على الرجال والنساء، هذا مذهب الجمهور، واستدلوا بالعموم، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء ويشمل الذكور والإناث. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ارتد عن الإسلام فإن تاب وإلا قتل، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فإن تابت وإلا قتلت. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال هو نص في محل نزاع. قال ليش؟ أيما رجل ارتد عن الإسلام فإن تاب وإلا قتل، وأي امرأة ارتدت عن الإسلام فإن تابت وإلا قتل. أما الأحناف، طبعا الأحناف خالفوا في هذه المسألة، فقالوا بأن المرتدة لا تقتل وإنما تحبس، تحبس حتى تتوب أو تموت، هذا كلام الأحناف. طبعا وكلامهم ضعيف. طبعا بماذا استدل الأحناف؟ استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وعندما وجد امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل. فرد العلماء فقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان، المقصود فيها الكافرات الأصليات بخلاف الكافرات المرتدات. الكافرة المرتدة لا تدخل في هذا الحديث، وإنما الكافرة الأصلية فهذه إذا لم تقاتل فلا يجوز لنا أن نقتلها. هذا بالنسبة للحديث أو الدليل الذي استدل به الأحناف، وهو إيش وكيفية الرد عليه. ولذلك نقول أن حد الردة يا إخوة يطبق على الرجال والنساء البالغين، البالغين، لأن الصبي قلنا أنه العلماء قالوا أن الصبي لا يطبق عليه الحد. ليش؟ لأنه رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، لكن عندما يبلغ الرجل أو تبلغ المرأة ويقوم بقول أو فعل الكفر وتنطبق عليه جميع الشروط، فإنه لا فرق هنا بين الرجل وبين المرأة. هذا بالنسبة لي يعني محل هذا الحد. لكن هنا مسألة مهمة جدا بعد، إنه الآن هل الحد يا أخوة هل الحد يطبق عليه فورا بعد أن يثبت عليه وصف الردة؟ هل يطبق عليه الحد فورا أم أن هناك يا أخوة أم أن هناك شيء اسمه الاستتابة؟ يعني عندما يوصف بحد الردة هل يطبق عليه الحد فورا أم أن هناك شيء اسمه الاستتابة؟ في البداية لابد أن نميز لكم ما هو معنى الاستتابة. ما هو معنى الاستتابة؟ الاستتابة قلنا لكم سابقا ونعيد الكلام مرة أخرى أن الاستتابة تطلق على معنيين. الاستتابة تطلق على معنيين. المعنى الأول هو عملية تحقق الشروط والموانع. هاي معنى الاستتابة، هو عملية تحقق الشروط والموانع. يعني عندما نرى تحقق الشروط والموانع في هذا الشخص، هذا يطلق عليه العلماء اسم إيش؟ اسم الاستتابة. تحقق الشروط والموانع، انتفاء الموانع، مسألة إقامة الحجة الرسالية، مع مسألة ثبوت القضاء. إذا ما يسمى ضوابط التكفير، إنزال ضوابط التكفير على هذا الشخص، هذا المعنى الأول للاستتابة. إذا هنا
عندما نقول لابد لنا أن نستتيبه بمعنى إيش؟ نطبق عليه الشروط والموالات. إذن هنا لا يزال اسمه إيش؟ لا يزال اسمه مسلما. هنا لا يزال اسمه مسلما. ونرى أنه هل يوجد مانع معتبر في حقه؟ هل تحققت جميع الشروط فيه؟ وقلنا مثال على هذا الكلام قصة قدامة بن مظعون. قصة قدامة بن مظعون رضي الله عنه عندما قام باستحلال شرب الخمر، فسيدنا علي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال يا أمير المؤمنين استتب. شو معنى استتب؟ أي أقم عليه الحجة وأزل عنه الشبهة وحقق فيه الشروط وأنفي عنه الموانع. ليس معنى أنه استتبه معناته أنه هو صار إيش؟ صار كافرا. ليش؟ لأنه بعد ما استتاب بمعنى حقق فيه الشروط والموانع رجع إلى الإسلام، رجع فطبق عليه حد شرب الخمر ولم يعتبره الصحابة كافرا وإن قال الكفر، لأنه كان في عنده مانع معتبر اللي هو التأويل. هذا العملية. العملية الثانية وهي مسألة عملية تحقيق الشروط والموانع تكلمنا عنها المحاضرات السابقة كلها، استتابة يعني دراسة الاستتابة بهذا المعنى، معرفة الشروط ومعرفة الموانع ومعرفة الشروط يعني الثبوت الشرعي. أما المعنى الثاني للاستتابة بمعنى هو طلب التوبة من الكافر المرتد بعد ثبوت وصف الرد فيه وتحقق الشروط والموانع لكي يرجع إلى الإسلام. ماشي شباب؟ إذن المعنى الثاني، المعنى الثاني للاستتابة معروف كلمة الاستتابة هاي السين دائما سين الطلب، استعارة طلب الإعانة، استتابة طلب الاستتابة طلب التوبة، استغفار طلب المغفرة، دائما هاي في اللغة العربية السين هاي سين الطلب. وهون الاستتابة طلب التوبة، هون صار اسمه مرتد حققت فيه الشروط وتبت عنه الموانع، أصبحنا نستطيع أن نطلق عليه اسم المرتد. هنا هل نستتيب بمعنى هل نطلب منه التوبة ونقول له أنت صرت كافر مرتد ارجع إلى الإسلام وتب عما فعلت وتب عما قلت؟ هذا إيش اسمه؟ اسمه طلب التوبة من الكافر المرتد بعد ثبوت وصف الردة فيه وتحقق الشروط وانتفاء الموانع لكي يرجع إلى الإسلام ويرجع من الباب الذي أدخرج منه. فإذا الآن إحنا في هذا الباب في هذا المكان نتكلم عن أي استتابة؟ الاستتابة بالمعنى الثاني. ليش؟ لأنه إحنا درسنا عملية الشروط والموانع سابقا. ولذلك إذا بدك أنت تقرأ لكلام العلماء أحيانا يقول لك إيش؟ لابد من تحقيق الاستتابة، لابد من استتابته، فبدك تشوف أنت ما هو المقصود من خلال السياق. هل المقصود بالاستتابة هنا الشروط والموانع؟ فإذا كانت المسألة هي الشروط والموانع لابد هنا أن نطلق عليه اسم إيش؟ اسم الإسلام، ولكنه متلبس بهذا الكفر. فهنا عملية الاستتابة بمعنى تحقيق ضوابط التكفير فيه، لكن عندما يوصف بالردة وينطبق عليه هذا الوصف وتتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، لما نجي نقول هل يستتاب؟ هل يستتاب؟ معناته هنا بمعنى إيش؟ هل نطلب منه أن يتوب؟ فالمسألة الأولى هي لابد منه، المسألة الأولى تحقق الشروط وانتفاء الموانع هذه واجبة بإجماع الأمة. لا يجوز لنا أن نطلق على الإنسان المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام بيقين، لا نستطيع أن نطلق عليه وصف الردة ما لم نستتبه بالمعنى الأول. لابد أن تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. لكن بالمعنى الثاني حصل فيه خلاف، هل الاستتابة واجبة؟ هل الاستتابة جائزة؟ هل الاستتابة مستحبة أو غيرها؟ وما هو القول فيه؟ إذن القول الأول لا شك بإجماع الأمة وبإجماع أهل السنة لا بد أن نستتيبه بالمعنى الأول، بمعنى نحقق فيه الشروط والموانع، نحقق فيه ثبوت الشرع، نحقق فيه ضوابط التكفير، هذا لا بد منه. أما بالمعنى الثاني نطلب منه التوبة بعد ما يوصف بهذا الكفر والعياذ بالله، هنا يا إخوة هذا المعنى طلب التوبة منه هذا حصل فيه خلاف. فهناك من العلماء طبعا قالوا بأن الاستتابة غير واجبة، بعض أهل العلم قال بأن الاستتابة غير واجبة، وينسب هذا المذهب إلى معاذ بن جبل وبعض الصحابة رضي الله عنه.
وقالوا بأن معاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن إلى أبي موسى الأشعري وجد رجل مربوط في سارية من سوار المسجد. إذن وجد رجلا مربوطا في سارية من سوار المسجد. احسن شيلوا احسن مشان ما ينحسب علينا مقربون. في القول الاول قالوا بان الاستتابه غير واجبه، استدلوا بكلام بفعل معاذ بن جبل رضي الله عنه. فمعاذ بن جبل لما ذهب الى ابي موسى الاشعري الى اليمن وجد انه رجل مربوط الى ساريه من سواري المسجد، قال له ما هذا يا ابا موسى؟ قال هذا رجل كان يهوديا ثم اسلم ثم بعد ذلك عاد الى اليهودي. قال لا اجلس حتى ايش؟ حتى تقتله. فقال ابو موسى الاشعري قام بقتله. قال العلماء هذا انه معناته كان معاذ بن جبل يرى ان الكافر المرتد لا توبه له، لا يستتاب. فطبعا سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه القصه فيعني غضب وقال هل استتبتموه واطعمتموه كل يوم رغيف؟ هل استتبتموه ثلاثه ايام واطعمتموه في كل يوم رغيف؟ فبعدها اذا لم يتب فاقتلوه. فهذا الكلام اللي من عمر رضي الله عنه استدل به جمهور العلماء على ان المرتد لا بد له ان يستتاب. قالوا لان عمر انكر، وهذا دليل على ان عمر رضي الله عنه لديه مستند من السنه ومستند من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر هذا الإنكار وحدد ثلاثة أيام وقال أطعمتموه كل يوم رغيفة. معناته في شيء شبه إجماع سكوتي موجود عند الأمة إنه الاستتابة هي واجبة، هذا من حيث الإجماع. فقالوا بأن هذا الأمر، هذا المذهب عدم الاستتابة هو مذهب ضعيف، والاستتابة لابد أن تكون واجبة لأن عمر أنكر، وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين علينا أن نقتدي بسنتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وما كان لعمر أن ينكر هذا الإنكار لولا أن لديه مستند صريح في أن المرتد لا بد له أن يستتاب. ولذلك قال جمهور العلماء أن الاستتابة هي واجبة، الاستتابة هي واجبة. طبعا في القسم الأول قالوا بأن الاستتابة بعضهم جمع بين يعني اللي هم الأحناف، قالوا بمذهب آخر. الأحناف قالوا بمذهب آخر، قالوا بأن الاستتابة مستحبة. يعني جمعوا، قالوا كيف نجمع بين العلماء الذين قالوا لا تجب الاستتابة وبين الأدلة التي أوجبت الاستتابة؟ قالوا نحمل هذه الأدلة التي أمرت بالاستتابة نحملها على الاستحباب، فقالوا أن الاستتابة هي مستحبة. هذا كلام الأحناف. أما ما هو يا أخوة القول الصحيح، القول الصحيح في هذه المسألة، لا نستطيع أن نقول أن الاستتابة واجبة بإطلاق أو أنها لا تجب بإطلاق. القول الصحيح يا إخوة هو التفصيل في هذه المسألة. هناك تفصيل في مسألة الاستتابة، وأفضل من فصل في هذه القضية هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف الصارم المسلول. هذا الكتاب حقيقة كتاب رائع جدا، وأتى الشيخ الإسلام فيه بتفصيل لم يسبقه إليه أحد حقيقة، في تفصيل الردة وأحكام الردة ومتى تجب الاستتابة ومتى لا تجب. وحقيقة لا بد أن نفهم هذا التفصيل وأن نسير عليه، وبهذا يجتمع يعني تجتمع كلام أهل العلم في هذه القضية. القول الراجح، القول الراجح في استتابة المرتد هو التفصيل كالتالي. قال شيخ الإسلام يا أخوة إنه الردة ليست شكلا واحدا، ليست نوعا واحدا، ولكن الردة تقسم إلى قسمين. هناك ردة مجردة وهناك ردة مغلظة.
الردة ليست على شكل واحد، ليست على طبيعة واحدة. هناك ردة مجردة وهناك ردة مغلقة. الردة المجردة هي قول أو فعل مكفر مجرد، خالي من أوصاف التغليظ، خالي من أوصاف التغليظ، هاي الردة المجردة. لكن الردة المغلظة هذه تغلظت بوصف قول أو فعل ولكن أغلظ. الردة المغلظة تبع على ضابطها، فيها مزيد أداة ومحاربة لله وللرسول وللمؤمن. هي إيش اسمها؟ هي اسم الردة المغلظة، أي قول أو فعل مكفر. اللي في عندنا قول مكفر عادي، مثال على الردة المجردة مثل ترك الصلاة، مثل ترك الصلاة. إذا اعتبرنا ترك الصلاة مثلا ردة، فإحنا نقول إنه هاي ردة إيش؟ ردة مجردة. مثل مثلا عدم تكفير الكافر، مثل دعاء غير الله، دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه كلها إيش؟ ردة مجردة، قول أو فعل مكفر مجرد، خالي من أوصاف التغليظ. لكن ردة مغلظة، هذه الردة المغلظة فيها مزيد أذى، فيها مزيد أذى ومحاربة لله وللرسول وللمؤمنين. وهذه الردة المغلظة فيها عدة أنواع، عدة أشكال. الآن راح تفهموا الردة المغلظة من خلال ما نذكر إيش هي مثلا هذه الأشكال. إذن ولها عدة أشكال. واحد، ردة المحارب. اثنين، ردة الممتنع بشوكة. ثلاثة، ردة ساب الله والطاعن في الدين. أربعة، ردة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم. خمسة، ردة الزنديق. ستة، ردة الساحر. سبعة، ردة من تكررت ردته. هذه مثلا بعض أشكال الردة المغلظة. لاحظ أن هذه الردة المغلظة فيها مزيد أذى. الآن راح تشوفوا شو معنى مزيد الأذى، إيش راح يكون معنى مزيد الأذى، ولماذا العلماء اعتبروا أن هذه الردة هي من باب الردة المغلظة. أول شيء ردة المحارب، ردة المحارب. المحارب شو معنى ردة المحارب؟ إلا في شيء بالشريعة، في حد اسمه حد الحرابة، في حد اسمه حد الحرابة بمعنى قطع الطريق، كما قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يقتلوا أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. إذا حد الحرابة هو قطع الطريق والإفساد في الأرض. في الأصل هذا القاطع الطريق اللي يقطع الطريق قد يكون مسلم وقد يكون مرتد. فردة المحارب جمع إضافة إلى الحرابة، جمع إضافة إلى قطع الطريق والإفساد في الأرض، جمع إليها إيش؟ الردة. جمع إليها الردة. ففي هذه الحالة لما يجمع إليها الردة تصبح ردته ردة إيش؟ ردة مغلظة. لأنه فقط ليس فقط ردة عادية وليس فقط حرابة عادية، وإنما إضافة إلى الحرابة، وصف الحرابة وقطع الطريق، جمع إليها إيش؟ جمع إليها الردة. فهذا ردة المحارب علينا أن نميز بين أمور، علينا أن نميز بين أمور بالنسبة لردة المحارب. إذا عرفنا شو معنى ردة المحارب أو المحارب المرتد، المحارب المرتد، شو معنى المحارب المرتد؟ هذا جمع بين الحرابة اللي هي قطع الطريق زائد إيش؟ زائد الردة. جمع ما بين الحرابة وما بين الردة، فصار اسمه المحارب المرتد أو ردة المحارب. هذا كيف نتعامل معه؟ كيف نتعامل
معك. طبعا لابد ان نميز بين حالتين. لابد ان نميز بين حالتين. الحالة الاولى قبل القدرة عليك، والحالة الثانية بعد القدرة عليك. إذا الحالة الأولى قبل القدرة عليه، إذا المحارب المرتد قبل القدرة عليه وبعد القدرة عليه. فإذا تاب، إذا تاب قبل القدرة عليه، إذا تاب قبل القدرة عليه، يعني لسه إحنا ما ألقينا القبض عليه، لسه هو طليق ولم نلقي القبض عليه في هذه الحالة. فهون إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه إيش؟ فإنه تقبل استتابته. تقبل استتابته فيما يتعلق بحق الله، وتبقى عليه حقوق العباد. يعني إنسان مثلا كان محارب وكان مرتد والعياذ بالله، بعدين قال خلاص انا تبت يا جماعه، وكان قاتل ناس، كان اخذ اموال ناس الى اخر هذا الكلام. اللي الشيء اللي يتعلق بجانب الرده يستتاب منه لانه حق لله سبحانه وتعالى. ولكن الشيء اللي يتعلق بحقوق العباد اذا قاتل هذا يبقى ايش؟ حق شخصي للعباد. فيقع عليه القصاص في هذه الامور، حتى لو كان ايش؟ قبل القدره. طبعا ليش احنا ميزنا ما بين قبل القدره وما بين بعد القدره؟ ميزنا لأن الله سبحانه وتعالى ميز بهذه القضية. قال إنما جزاء المقتل أن يصلبوا وتقطع أيديهم أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. معك هون ميز سبحانه وتعالى بين قبل القدرة وبعد القدرة. ما دام قبل القدرة تابوا قبل القدرة فهنا إيش؟ تقبل الاستتابة. علينا أن نقبل الاستتابة. ليش؟ لأنه توبة قبل القدرة عليك تدل على صدق التوبة، تدل على صدق التوبة. لسه أنت ما ألقيت القبض عليه، لسه هو فار وإجا سلمك نفسه، قال لك أنا خلاص تبت. فهذا دليل على إيش؟ على أنه صادق في توبته، ولذلك تقبل منه هذه الاستتابة. لكن حقوق العباد تبقى عليه، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، وأما حقوق الله فمبنية على المسامحة كما يقول أهل العلم. لذلك قبل القدرة عليه تقبل الاستتابة فيما يتعلق بحق الله، لكن تبقى عليه حقوق العباد. يعني إذا قاتل إنسان تتحول القضية للقصاص، إذا أخذ مال إنسان تتحول القضية لإعادة مال هذا الإنسان بحسب الحال. أما إذا فقط المسألة فقط إخافة الطريق وكذا، هون تصبح القضية فقط تسقط عنه الأمور، يعني بإيش؟ بالاستتابة. أما بعد القدرة يعني ألقي القبض عليه وهو لم يتب، قدرنا عليه، قال لك أنا تبت، كل الناس تقول لك إيش؟ تبت يا شيخ، لما إيش يصير؟ مقيد، يصبح في الأسر. فهنا بعد القدرة لا تجب الاستتابة، لا تجب الاستتابة، ويجوز لنا أن نقتله بالردة حتى وإن قال أنا تاب. ليش؟ لأنه تاب بعد القدرة، وتوبته بعد القدرة هذا ايش؟ دليل على انه حقيقة غير صادق في توبته. ولذلك احنا هون في هذه الحالة لا تجب علينا الاستتابة، وقد نقتله بحد الردة هنا. الدليل على هذه القضية هي قصة العرانيين. قصة العرانيين الذين أتوا إلى المدينة فأصابهم الجوع، مرض الكبد. أصابهم الجوع، تضخمت بطونهم. فإجا النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم على أحد الرعاة، أمرهم أن يأكلوا ويشربوا من أبوال الإبل والبانية، شربوا حتى صحوا. فلما صحوا جماعة يعني بادروا الإحسان بالإساءة والعياذ بالله. فشو ساووا؟ أخذ جاءوا إلى هذا الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليهم بعض الرجال فألقوا القبض عليهم. فهون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل بهم؟ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم. سمل أعينهم يعني بالسيخ المحمي. السيخ المحمي قام بسمل أعينهم. وأخذوا يطلبون الماء ويعني ويشربون الثرى الأرض التراب من شدة ايش؟ من شدة العطش.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بتقطيع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ومنع عنهم الماء. طبعا لماذا فعل هذا الفعل بهم؟ يقول قتادة وهو أحد رواة الحديث، يقول هؤلاء قتلوا الراعي واستاقوا الإبل وارتدوا بعد إسلامهم، ارتدوا بعد إسلامهم وألقي القبض عليهم بعد القدرة. لذلك هنا إيش؟ لا تجب الاستتابة، حتى لما قال أنا تائب هنا إيش؟ لا تقبل منه هذه الاستتابة. طبعا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام سمل أعينهم؟ قال العلماء لأنه حقيقة مثلوا بالراعي، لأنهم شيخ شوفوا والله عم تخبطونا يا أخوان، استريحوا والله كل شوية الباب مفتوح وكذا، خلاص أثناء الدرس أرجوكم يعني استريحوا يا شيخ، والله الواحد مخه ما يستوعب الأمور، خلاص إحنا هالدرس هالساعة نمشي، والله أموركم مشوها قبل أو بعد. فهون نجي على هذول لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قام بسمل أعينهم، ويعني هذه تسمى مثلة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة كما جاء في الحديث الصحيح. لماذا مثل بهؤلاء الناس؟ قال العلماء مثل بهؤلاء الناس وذلك من باب المعاملة بالمثل، فالنهي عن المثلة عندما يكون ابتداء لا يجوز لنا أن نمثل بالناس بالمجرمين بالكفار، لكن إذا هم فعلوا هذا الفعل ومثلوا بالمسلمين فإننا يجوز لنا أن نمثل بهم من باب المعاملة بالمثل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويحمل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلة عن ابتداء المثلة، إذا لم يمثلوا بنا في هذه الحالة يجوز لنا أن نبدأ بالمثلة. هنا شوف شلون الراوي يقول قتلوا الراعي ومثلوا به وارتدوا بعد إسلامه، إذن هؤلاء جمعوا ما بين الردة والحرابة. متى ألقي القبض عليهم؟ ألقي القبض عليهم بعد القدرة، ولذلك هنا إيش؟ لا تجب الاستتابة، مو معنى لا تجوز لا تجب، يعني يصبح الإمام مخير، قد يقبل الاستتابة وقد لا يقبل، الأمر يعود إلى المصلحة. إذا أراد أنه ما يستتابون يقول لك حتى إذا قال أنا تائب هنا لا يقبل توب، ليش؟ لأنه ألقي القبض عليه بعد القدرة. إذن هنا ليش اعتبروه العلماء المحارب أو ردة المحارب بعد القدرة عليه اعتبروها ردة مغلظة؟ لأنها فيها مزيد أذى، فيها مزيد أذى للمؤمنين، فيها قطع للطريق، فيها إفساد في الأرض، ولذلك اعتبرت يا أخو هذه إيش؟ من الردة المغلظة. إذن أول شكل من أشكال الردة المغلظة هو ردة المحارب أو المحارب المرتد، يجمع بين وصفين الحرابة والردة، يجمع ما بين الحرابة وما بين الردة، فهذا الذي يجمع ما بين الحرابة وما بين الردة نميز قبل القدرة وبعد القدرة. قبل القدرة يستتاب، قبل ما نلقي القبض عليه يبعث لنا خبر أنه أنا تائب يا جماعة أنا بدي أتوب، إحنا نقول له فيما يتعلق بحد الردة تقبل استتابتك، أما فيما يتعلق بحق العباد هذا بدك تجي على المحكمة وينظر هل يوجد حقوق للعباد، يوجد قصاص بده يقتص منه بهذه الطريقة. أما بعد القدرة فلا تجب الاستتابة لحديث العرانيين، وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء أن المحارب إذا قدر عليه فإنه حقيقة لا تقبل، هنا لا تقبل استتابة ولا تجب في حقه. هذا بالنسبة للنوع الأول اللي هو المحارب أو المحارب المبتدع. النوع الثاني الممتنع بشوكة، طبعا نقصد بالممتنع بشوكة، انتبهوا عليه هون إيش اللي نقصد فيه الممتنع بشوكة، طبعا نفصلكم في الآن. النوع الثاني من الردة المغلظة هو ردة الممتنع طبعا بطائفة مرتدة،
كافة. هون الممتنع بطائفة. نجي نفصل لكم الآن معنى الامتناع. شو معنى الممتنع؟ الممتنع في الاصطلاح الشرعي يطلق على معنيه. الممتنع يطلق على معنيه. هناك ممتنع عن الشرائع، وهناك ممتنع بشوكة. في عندك ممتنع عن الشرائع، وفي عندك ممتنع بشوكة. الممتنع عن الشرائع مثل إنسان يمتنع عن الصلاة، يمتنع عن الصيام، مثل مانع الزكاة، هذا يمتنع عن الشرائع. ولذلك في فتوى العلماء، فتوى شيخ الإسلام، أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة. أما الممتنع بشوكة فهذا إيش؟ إضافة إلى أنه يمتنع عن هذه الشريعة يمتنع بقوة. الممتنع عن الشرائع قد لا يمتنع بشوكة، يقول لك أنا ما أصلي، بس ما يكون في عنده إيش؟ حمل للسلاح مثلا. يمتنع عن الزكاة بس لا يحشد السلاح، فهذا إيش يسمى؟ ممتنع عن الشرائع. قد يجمع إضافة إلى مسألة الامتناع عن الشرائع ممتنع بشوكة. والممتنع بشوكة مو شرط يكون كافر، ممكن يعني لص يمتنع بشوكة، أو قاتل يمتنع بشوكة، أو زاني يمتنع بشوكة. عندما تريد أن تلقي القبض عليه يتترس بالسلاح، ولذلك بدك تشوف. فليس كل ممتنع عن الشرائع ممتنع بشوكة، وليس كل ممتنع بشوكة هو ممتنع عن الشرائع. فالممتنع عن الشرائع قد يكون ممتنع بشوكة وقد لا يكون، والممتنع بشوكة قد يكون ممتنع عن الشرائع وقد لا يكون. مثل أي مجرم يمتنع وما يسلم حاله، هذا لا يعتبر أنه كافر، ولكن يكون إيش؟ ممتنع بشوكة. فبدك تميز أنت لفظ الامتناع من خلال السياق، تفهم ما هو المطلوب. هل المطلوب هنا الممتنع عن الشرائع؟ هل المطلوب هنا الممتنع بشوكة؟ هون نجي على ننزل هذا الكلام على ردة الممتنع بطائفة. هون إنسان مرتد والعياذ بالله، قام بفعل الردة، ثم بعد ذلك التحق بطائفة، التحق بجماعة كافرة أو مرتدة، مثل اليوم مثلاً مثل النظام النصيري. الآن النظام النصيري هو إيش؟ طائفة ممتنعة. النظام النصيري ينطبق فيه الأمرين، ممتنع عن الشرائع وممتنع بشوكة. ممتنع عن شرائع الإسلام، ممتنع عن الحكم بما أنزل الله، ممتنع عن كل الأمور الشرعية، بنفس الوقت ممتنع إيش؟ بشوكة. وفي ناس ممكن يكونوا ممتنعين بشوكة بس، مثل بعض أحيانا بعض الناس اللي ما يخضع للحكم الشرعي، يهرب من الحكم الشرعي، يكون لص، يكون قاطع طريق، يكون كذا كذا، هذا ليس كافر ولكنه إيش؟ ممتنع بشوكة. وفي ناس ممتنعين عن الشرائع بدون شوكة، يقول لك ما بدي أصلي مثلا بدون شوكة. بدك تميز كل حالة حسب السياق. فهون المقصود ردة الممتنع بطائفة مرتدة، يعني هو مرتد لكنه ليس مرتد عادي ولوحده، وإنما امتنع بطائفة منتسب إلى طائفة. هذه الطائفة قد تكون كافرة وقد تكون إيش؟ مرتدة. مثل ما واحد مثلا والعياذ بالله يرتد فيلحق بدار الحرب مثلا، والعياذ بالله يلحق باليهود والنصارى، يلحق بالجيش الأمريكي، يلحق بالجيش الإسرائيلي، يلحق بالجيش المسيطر، فهذا إيش صفه؟ صفه ممتنع بطائفة. فلما يكون ممتنع بطائفة في هذه الحالة، لماذا العلماء قالوا لا تجب الاستتابة في حقه؟ قالوا إنما تجب الاستتابة في المقدور، إنما تجب الاستتابة في المقدور اللي أنت تقدر تلقى القبض عليه. أما الممتنع فلا نستطيع أن نطبق فيه الشروط والموانع، صح ولا خطأ؟ إذا أنت الآن رحت تقول له تعال توب أو ما توب، شو بيسوي فيك؟ بيرشك. فهنا ليس هنالك إمكانية لتحقيق الاستتابة في هذا الإنسان، ولذلك تعتبر ردته هنا إيش؟ ردة مغلظة، وهنا لا تجب الاستتابة في حقه. ولذلك إيش؟ لأنه ممتنع بطائفة، ممتنع بطائفة، فهنا لا يمكن
من حيث الواقع انه احنا نطبق عليه الشروط ونطبق عليه الموانع، ولا يمكن ايضا ان نعرض عليه الاستتابه. ولذلك هنا في هذه الحاله العلماء اعتبروها من ايش؟ من الرده المغلظه. لكن اذا اجى واحد تاب، انسان ممتنع للطائفه المرتده او محاربه، اجى تاب، كيف نميز؟ او ما يسمى الانشقاق، متى نقبل الانشقاق عن هذه الطائفه ومتى لا نقبل؟ هون ايضا العلماء يميزون بين امرين. ايضا اذا توبت المرتد الممتنع بطائفه، هون بدك تميز بين امرين، ايضا قبل القدره وبعد القدره. هون توبت المرتد الممتنع بطائفه، قبل القدرة وأيضا بعد القدرة. قبل القدرة وبعد القدرة. قبل القدرة هون تقبل الاستتابة، تقبل الاستتابة فيما يتعلق بحقوق الله اتفاقا، فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى تقبل الاستتابة اتفاقا. لكن فيما يتعلق بحقوق العباد فالراجح هنا، فالراجح قبول الاستتابة أيضا. هون ميز، شوف شلون في تمييز بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها. الحالة التي قبلها أن حقوق العباد لم يعفى عنها، لكن هون حتى حقوق العباد حتى قتل تعفى عنه. طبعا ليش؟ لسببين. لماذا هنا اسقطنا حتى حقوق العباد؟ لماذا هنا اسقطنا حتى حقوق العباد ولم نسقطه في الحاله السابقه؟ اول شيء تطبيق الصحابه العمل. لما حاربوا المرتدين، حاربوا طليحه الاسدي وغيرهم، كانوا مرتدين ممتنعين بالطائفه، فلما تابوا الصحابه ما حاسبوهم على قتل الصحابه اللي قتلوهم. مع انه حتى عمر بن الخطاب اخوه قتل، زيد بن الخطاب، كثير من الصحابه، طليح الاسدي قتل كثير من الصحابه والمرتدين. فهون وقبل الصحابه رضي الله عنهم مثل ما تعرفون وفد مزاخه، عرض عليهم السلم المخزيه او الحرب المجليه. السلم المخزيه ام الحرب المجليه، فقبلوا بالسلم المخزيه. فهون يعني حقيقه سقطت عنهم جميع الحقوق لانهم تابوا قبل القدر. هذا الامر. الامر الثاني هذا التطبيق العملي. والأمر الثاني لأنه عندما فعل هذا الممتنع بالطائفة، عندما فعل هذه الجرائم قتل وغيره وغيره من هذا، هل فعلها بشخصه أم فعلها بطائفته، بقوة طائفته؟ لا شك أنه فعلها إيش؟ بقوة طائفته. ولذلك هنا من المصلحة أن نقبل توبته قبل القدرة لكي نفكك هذه الطائفة. لأنه إذا إحنا قلنا لا ما راح نقبل منك التوبة، هذا شو يخلي؟ يجعله يتمسك أكثر بطائفته، وبالتالي لا نستطيع هنا أن نفكك هذه الطائفة، لأنه لما فعل هذه الجريمة، جريمة القتل أو غيره، ما فعلها بشخصه أو يعني بحب شخصه للجريمة، لكن المحارب لاحظ أنه هو شخص أو مجموعة صغيرة. معناته هذول الناس الإجرام فيهم إيش؟ متأصل. هنا لا ينفع معهم أن نجي نقول نعفو عن الحقوق قبل القدر، لأن هذا شخص لحاله سوى هذه الأفعال. معناته هذا الإنسان لا يؤتمن، لا يؤتمن إذا عفي عنه أنه لا يرجع إلى الكرم. لكن هون فعل هذه الفعل بقوة آلاف الناس الذين حوله، وليس بقوته الفردية أو الشخصية. لذلك هنا في هذه الحالة يعفى عن حتى حقوق العباد، لأن الصحابة رضي الله عنهم ابتداء عندما تاب بعض المرتدين يعني عفوا عن كل الامور التي سبقت من الكفر ومن وحتى من القتل، حتى من القتل ومن الزنا ومن كل هذه الامور السابقه يعفى عنه. ليش؟ لانه فعل هذه الافعال بقوه الطائفه. ايضا لنا مصلحه في ايش؟ في تشجيعه على الانشقاق من هذه الطائفه، لانه اذا عرف انه ما له توبه شو راح يساوي؟ يبقى متشبث بهذه الطائفة، وبالتالي نحن نساعد على بقاء هذه الطائفة بشكل قوي.
هذا بالنسبة لي. لذلك انتبه، توبة الممتنع بطائفة مو مثل توبة المحارب. المحارب قبل القدرة تبقى عليه حتى حقوق لنا، لأنه شخص فعل هذه الجرائم فهنا احنا ما احنا سائلين عنه. حتى إذا مات احنا سائلين عنه، بالنهاية احنا بدنا اياه. شخص شخصين ما يسوون شيء، ولكن هنا طائفة ضخمة جدا تسبب إشكالات. لذلك احنا قد ما قدرنا نفرض هذه الطائفة فهذا ايش؟ هذا من مصلحته. وايضا لم يفعل هذه الافعال بشخصه. الان لما مثلا شخص من النظام يقصف او الطيار، شو بيقولوا؟ طيران بشار، صح؟ يقول لك طيران النظام، ما يقولوا انه والله فلان ابن فلان اللي فعل هذا الفعل. ليش؟ لانه الطائفه الواحده، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، الطائفه الواحده اذا انتصر بعضها لبعض تصبح كالشخص الواحد. الطائفه اذا انتصر بعضها لبعض تصبح كالشخص الواحد. واحنا راح نتكلم لكم ان شاء الله محاضرتين عن احكام الطوائف لانه مهمه جدا. فهنا الان اريد ان تفهموا انه انت بدك تميز ما بين الناس الافراد وما بين الطوائف. الان نتكلم عن النصيريه كطائفه، نتكلم عن النظام السوري كطائفه، نتكلم عن الجيش الامريكي كطائفه، كل هذه الامور تعتبر ايش؟ طوائف، افراد ممتنعين متحدين على فكره وممتنعين بشوكة لتطبيق هذه الفكرة. هذا هي معنى إيش؟ معنى الطائفة. إذا فعلوا هذا الفعل بسبب قوة الطائفة. لذلك شيخ الإسلام رجح في عدة كتب ومنها كتاب الصارخ إنه هؤلاء حتى يعفى عنهم فيما يتعلق حتى بحقوق العباد. ولذلك اليوم مثلا إذا مثلا واحد انشق، مثلا عسكري انشق من النظام، حتى إذا كان ثابت عليه الأمور قديما قتل وغيره، فإن على هذا القول يقبل منه الاستتابة ويعفى عنه جميع الحقوق، سواء تتعلق بحقوق العباد. ليش؟ لأنه لما فعل هذه الأفعال فعلها بقوة الطائفة. والله أعلم. هذا بالنسبة لي قبل القدرة. طبعا الدليل وفد بوزاخة، هذا حديث يعني صحيح ذكره الإمام البخاري في صحيح المعلقة ورواه بعض العلماء موصولا. أذكر لكم هذا الحديث لأنه حديث مهم جدا. هو حديث وفد بوزاخة، كان في عشيرة اسمها بوزاخة وكانت عشيرة مرتدة، كانوا مع المرتدين مع طريح الأسدي وهذول اللي كانوا في عصر الصديق رضي الله عنه. فلما أنهكتهم الحروب جاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا يا أبا بكر إنه إحنا جايين نسالم، يعني كان لسه هم في مكانهم والصحابة في مكانهم. فهون سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لهم نقبل ولكن إما السلم المخزية وإما الحرب المجرية. إما السلم المخزية وإما الحرب المجرية. قالوا أما الحرب المجرية فقد علمناها، فما هي السلم المخزية؟ فقال لهم أن تدعوا الخيل والكراع، يعني تتركوا السلاح، تدعوا الخيل والكراع، الكراع هي الخيل، تدعوا الخيل والكراع حتى يري الله خليفة رسوله أمره، يعني تدعو الخيل والكراع إلى فترة حتى ينظر الخليفة في صحة توبة هؤلاء الناس. تدعو الخيل والكراع وأن تدوا قتلانا ولا ندي قتلاكم، أن تدوا قتلانا ولا ندي قتلاكم. فقال له عمر بن الخطاب أما ما قلت من السلم المخزية والحرب المجلية فنعم الرأي، وأما ما قلت من أن يدعوا الخيل والكراع فنعم الرأي، وأما ما قلت من أن ندي قتلا يدون قتلانا ولا ندي قتلاهم فلا أرى ذلك، فإن قتلانا قد قتلوا في سبيل الله ووقع أجرهم على الله. قال نعم ما قلت يا عمر. فأمضى عليهم هذا السلم اللي هو السلم المخزي، تابوا فعفي عنهم الأمور القديمة كلها وما أخذهم بقتل أو غيره، ولكن جردوا من السلاح وأعطوا مدة يختبر فيها إيش صلاحهم وصدق توبتهم. فهذا يعني من القصص التي تبين لنا كيف نتعامل مع طوائف المرتدين، مع الناس الممتنعين بطائفة، كيف نتعامل معهم من حيث الاستتابة. فأول مسألة قبل القدرة أنه هون تقبل الاستتابة فيما يتعلق بحقوق الله اتفاقا، ولكن فيما يتعلق بحقوق العباد أيضا الراجح هو قبول الاستتابة، لأن لنا مصلحة في تفكيك هذه الطائفة. أما بعد القدرة بعد القدرة فهنا أيضا لا تجب الاستتابة،
إذا ما ألقي القبض عليه بعد القدرة فهنا يجوز لنا أن نقتله ويجوز لنا أن نستجيب، ولا يجب علينا هنا أن نستجيب بحجة أنه تاب وأنه يعني مرتد وتاب. لا، المرتد متى نقبل استتابة؟ قبل القدرة، أما بعد القدرة لا تجب الاستتابة. ما الدليل على هذا الأمر؟ لدينا عدة أدلة، لدينا عدة أدلة على هذه القضية، منها قصة عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل وغيره لما هذول اللي تعلق بأستار الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوهم وإن كانوا معلقين بأستار الكعبة. تعلقهم بأستار الكعبة يعتبر إيش؟ يعتبر يعني استتابة، يعتبر توبة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ اقتلوهم وإن كانوا معلقين بأستار الكعبة. ليش؟ إنهم كانوا مرتدين، هؤلاء أسلموا ثم بعد ذلك لحقوا بدار الحرب مرة أخرى، لذلك كانوا مرتدين. عبد الله بن أبي سرح، عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيضا هذا كان رجل أسلم ثم بعد ذلك لحق بالمشركين، لحق بمكة. فلما فتح الله سبحانه وتعالى مكة على الصحابة رضي الله عنهم إجا تاب، إجا على عثمان بن عفان مستأمنا. فعثمان بن عفان رضي الله عنه جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ابن خالة عثمان وأخوه في الرضاعة. فلما عرض الاستتابة النبي عليه الصلاة والسلام سكت، لم يقبل هذه الاستتابة، ظل ساكتا عليه الصلاة والسلام. فلما ألح وشاف الصحابة ما تحركوا، شاف الصحابة الله يرضى عنهم ما تحركوا تجاه هذا الرجل، فقال فقبل منه الاستتابة وبايعه عليه الصلاة والسلام. فبعد أن بايعه قال يعني الصحابة لماذا سكت يا رسول الله؟ قال أردت رجلا رشيدا منكم يقوم إلى هذا الكلب فيقتله. قالوا يا رسول الله ألا أومأت إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما كان للنبي أن يأخذ بخائنة الأعين. فهون يعني النبي عليه الصلاة والسلام انظر حتى جابوا عثمان، وقبل هذا الأمر لو أنه واحد من الصحابة قائم وقاتله بدون استتابة لقبل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على أن المرتد المحارب الممتنع بطائفة إذا ألقي القبض عليه، هم كان محاصر مكة، معناته إيش؟ كان مقدور عليه، كان في حالة قدرة عليه، فهون لا تجب الاستتابة. لكنها مو ما تجوز، تجوز. ليش؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل استتابة عبد الله بن سعد، ولكن لا تجب. فلو أنه أحد الصحابة رضي الله عنه من البداية قام وقتل هذا الرجل عبد الله بن سعد لانتهى الإشكال، ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر. ولكن هذا يدل على أن الاستتابة هنا جائزة وليست بواجبة، فلو قتل في هذه الحالة لا مانع، وإن قبلت استتابة أيضا لا مانع. ليش؟ لأن النبي قتل بعض الناس مثل عبد الله بن خطر وعفى عن بعضهم ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ولذلك بعد القدرة قلنا إيش؟ لا تجب الاستتابة، لأن الردة هنا إيش؟ ردة مغلظة، فيها مزيد أذى، فيها مزيد أذى لله ولرسوله ولمؤمنه. النهاية يعني الشكل الثاني من أشكال الردة المغلظة. تكلمنا لكم عن الشكل الأول اللي هو المحارب المرتد، تكلمنا لكم أيضا عن الشكل الثاني وهو ردة الممتنع بطائفة مرتدة أو كافرة، كيف نتعامل معه ومتى تجب الاستتابة ومتى لا تجب. والله أعلم، نكمل معكم إن شاء الله في المرة القادمة.